النهارده في ديوان وزاره الشباب والرياضه بيسعدني اني ارحب بكل الساده الحضور. برحب ببدا طبعا بالساده رؤساء الانديه اللي موجودين جميعا، الساده الممثلين الاتحاد المصري لكره القدم وعلى راسهم المهندس هاني ابو ريده سيد رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. كمان برحب بشكل كبير بالسادة الزملاء ممثلين هيئة الرقابة الإدارية، الأمن الوطني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع بوجودهم النهاردة. الموضوع إن إحنا بنتكلم مع الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية في مواجهة موضوع مهم جداً، ألا وهو بداية الدوري والتكلفات الخاصة بدخول الجماهير المصرية بهدف حماية ولادنا، مش منع ولادنا وجماهيرنا لدخول المدرجات أو لبداية الحياة الطبيعية بأفق وفكر يضمن حاجة واحدة بأكررها تاني، سلامة ولادنا، يضمن الشكل العام لمصر في رياضتها في كل حاجة. إذا كانت كرة القدم عنوان فهي عنوان كبير للرياضة المصرية نهتم بيه، لكن نهتم بيه بأسس وفكر منظم. كل الموجودين مصريين، كل الموجودين بيحب بلدهم، كل الموجودين عايزين الأفضل لكل حاجة فيما يخص الرياضة والشباب. طبعا بشكر السادة الإعلاميين الموجودين، زراع الموازية لرؤيتنا وزراع الموازية لإعلام كل الجماهير وكل المشاهدين واللي بيحبوا الرياضة والشعب المصري بالصورة الإيجابية اللي كلنا رايحين لاتجاهها. وبشكركم جدا مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله. وهترك كلمة للمهندس هاني ابو ريده بصفته رئيس طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم، وده بيت الجميع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم.